مشاهدينا الكرام، مساء الخير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الشارع السور، والذي أقدمه الحقيقة اليوم نيابة عن زميلي غالب العصيمي لظروف صحية، متمنين له الشفاء العاجل. باشرت الحكومة برنامجا اقتصادي لمواجهة التحديات التي فرضها الانخفاض الحاد لأسعار النفط، وهو ما يمثل الحقيقة خارطة طريق تسعى إلى تحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل ووقف الهدر في المصروفات العامة. الحكومة أيضا أقرت وثيقة للإصلاح الاقتصادي بغية تحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني، من خلال طبعا إعادة الدور الريادي للقطاع الخاص، وأيضا رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي. وثيقة الإصلاح الاقتصادي تتضمن كما هو معروف من 6 محاور رئيسية تتعلق بالإصلاح المالي وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، كما هناك زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الوطني، فيما تمثلت الحقيقة المحاور الأخرى بمشاركة المواطنين في تملك المشروعات وبإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية وأيضا الإصلاح التشريعي والتنفيذي. لمزيد من الأضواء حول وثيقة الإصلاح الاقتصادي ينضم إلينا في الاستديو الخبير الباحث في الاقتصاد السياسي الأستاذ سعيد توفيقي. مرحبا فيك. مرحبا، حياك الله. وأيضا الدكتورة ندى المطوع المتخصصة بشؤون الدراسات الاستراتيجية، حياك الله دكتورة. الله يحييك وأرحب فيكم وأرحب طبعا بمشاهدينا. أولا أعلن تضامن برنامج شارع السور مع حلب ومع جهود وزارة الإعلام تلفزيون الكويت بجمع التبرعات أيضا عن طريق الهلال الأحمر. ثانيا وجودي اليوم ومعي ملفي بأدوات استراتيجية وتحليلية، قرأت الوثيقة قراءة نقدية بحلقات سابقة، ولكن اليوم أحاول أن أركز على سبل تنفيذية، مساحة حوارية بين الدولة والبرلمان المواطن للدفع بشكل إيجابي بهذه الخطة أو لما فيه من مصلحة جميع الأطراف. نعم. إذن مشاهدينا الكرام، بداية نتابع جزء من كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه حول خيار تخفيض الإنفاق العام الذي أصبح أمرا حتميا، ثم نعود للنقاش. وإنني على ثقة بأن مجلسكم الموقر وأخواني وأبناء المواطنين جميعا تدركون بأن خيار تخفيض الإنفاق العام أصبح أمرا حتميا من خلال التداوير المدروسة لإصلاح الخلل في الموازنة العامة ووقف الهدر واستنزاف مواردنا الوطنية وتوجيهها نحو غاياتها الصحيحة، مع الحرص على التخفيف عن كاهل محدودي الدخل ومراعاة العدالة الاجتماعية، وبالمراجعة الدورية لهذه الإجراءات وتقويمها تبعا لوضع إيرادات الدولة. أستاذ سعيد، مع محاور الوثيقة وأيضا خيار تخفيض الإنفاق، كيف تنظر إلى توجيهات سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وحثه على بذل الجهود من أجل يعني تسريع وبالتالي وتيرة الإصلاح الاقتصادي المالي؟ نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اسمح لي أخي محمد واسمح لي الأستاذة الدكتورة ندى بأني قبل أن أرد رد مباشر على توجيهات سمو الأمير أني أتكلم أني أنا هنا يعني بشكل عام عن وثيقة الإصلاح الاقتصادي. أنا لست هنا مسؤولا حكوميا ليدافع عن وجهة النظر الحكومية، ولست أيضا، لأن هناك 3 أطراف، الحكومة والنواب بغض النظر عن عددهم والشعب، لست هنا يعني مكلفة من قبل الحكومة، ولست مسؤولا حكوميا لأعرض وجهة نظر الحكومة، كما أنا لست نائبا ولا حتى قريبا من أي نائب ولا أي تيار سياسي بحيث أني أنا أقول والله هذا رأي النواب. وكذلك ولو أني أنا من الشعب، ولكن أيضا بصراحة الشعب لم يكلفني لأن أنقل وجهة نظره. أنا هنا سوف أنقل وجهة نظري الشخصية وما سوف أحاول أن يكون هو الرأي العلمي المحايد. أنت كباحث أيضا أستاذ سعيد. نعم سوف أقول هذا، ولكن سؤالك الآن أن رأيي بتوجيهات سمو الأمير فيما يتعلق بتخفيض الإنفاق، طبعا هذه دعوة كررها صاحب السمو أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، وهي دعوة يعني كما يقول في اللغة الاقتصادية يعني ماتوردي، يعني هي لها استحقاق هو تخفيض الإنفاق، وكلام موجه للطرفين
مجلس النواب كنواب منتخبين من قبل الشعب والحكومة. وأنا أرى أيضا أن المعني بهذا الأمر من وجهة نظري أيضا أنك صاحب السوق كان يقصد الجميع وحكومة أيضا، لأن الهدر ليس فقط من قبل النواب، النواب لا يملكون الأدوات، النواب يملكون الضغط، وكلما استجابت الحكومة لضغط النواب الذين بدورهم يتعرضون لضغط من الناخبين، الحكومة هي التي بيدها الأدوات. تخفيض الإنفاق بمعنى أدق وأوضح بيد الحكومة. أنا هنا أتمنى من الحكومة أن تسمع وتعيد وتركز على قراءة خطاب صاحب السمو فيما يتعلق بتخفيض الإنفاق، لأن تخفيض الإنفاق في الكويت بالذات يعني لنا الكثير ويوفر على الدولة الكثير، وحينما توفر على الدولة الكثير معنى هذا أيضا رفعت نوعا ما عن كاهل المواطن الذي ليس بيده أن يتحمل ولا يمكن ولا يجب أن يتحمل وزر الهدر من قبل الحكومة من قبل النواب. نعم، دعوة الاستحقاق كما ذكرتها أيضا أستاذ سعيد آنفا، وحول توجيهات سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، الحقيقة هذا الحديث يقودنا إلى تساؤل ما معنى ترشيد الإنفاق؟ أولا زيادة الإيرادات وبالتالي تخفيض عجز الموازنة. نعم، هو يعني بالشكل العلمي الترشيد لا يعني التخفيض دائما، هو الترشيد هو أن تنفق ما يحتاجه المشروع لا إضافة ولا أقل، بمعنى أن كم يستهلك كم يجب أن ينفق، هنا أي دينار زيادة هو عبارة عن هدر. الترشيد يعني أن تعرف مواطن أولا، يعني عندنا بالكويت الآن طبعا السؤال هذا حتى أني أنا أجيبك عليه هو سؤال نوعا ما يحمل أكثر من 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 دلالة. إحنا أولا ميزانيتنا في الكويت ليس ميزانية تنمية، هي ميزانية إنفاق. أنت لا تملك إلا مصدر واحد للإيرادات يوفر للدولة 95% وليس 90% ولا 92%، 95% من الإيرادات، وعندك بنود إنفاق، بنود انفاق وكلها ب 80 او 90% وسنه بعد سنه قاعد يزيد، انفاق جاري، انفاق غير مسترد. هنا الباب الذي يحتاج الى الترشيد، بمعنى ان يكون الانفاق الرشيد الراشد. اذا احتاج الموضوع ان تنفق مليون تنفق مليون، ولكن اذا لم يكن يحتاج ان تنفق مليون يجب ان لا تنفق مليون، هنا يجب ان تخفض. هذا هو المعنى العلمي الترشيد، واللي انا اعتقد انه يعني في ثقافتنا سواء فيما يتعلق بالشعب او في الحكومه متخذي القرار يفتقدون الى المعنى الدقيق للترشيد، وهنا ياتي الهدر في جميع الاوجه، ليس فقط في الصرف المالي ما يتعلق بالكاش، انما ايضا في تصرفاتنا. نحن متعودين على ان يعني نبذر على من الوضوء، ها من الوضوء الذي هناك حديث كثيره صحيحه بان النبي عليه الصلاه والسلام كان يتوضا ب يعني قيست بانها خلينا نقول لتر ماء وضوء، وكانوا يغتسلون بثلاثة لتر يعني ثلاثة بطول ماء صحة مثل ما نقول. هنا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أن حتى إذا كنت على نهر جاري، إحنا بحاجة إلى فقط أن نستعيد هويتنا الثقافية الدينية، لأن ديننا هو الذي يدعو إلى هذا عن ترشيد الإنفاق. ولكن نعم، ماذا عن زيادة الإيرادات؟ نعم، بس عفوا ترحنا أنت إلى الآن سؤالك بشكل عام ولا تريد أن ندخل في تفاصيل الخطة كمنشطات رئيسية؟ نعم، عفوا شنو زيادة الإيرادات؟ طبعا معروفة زيادة الإيرادات وأن تزيد إيراداتك، بمعنى الكيفية. نعم، هنا يأتي كيفية. الآن لا نملك سوى أن من النفط، ويجب أن نعرف أن ليس لدى متخذ القرار عصا موسى. صحيح، يجب أن نقول الشيء هذا. فبالتالي أي زيادة إيرادات يحتاج إلى إرادة وإدارة. ما لم يكن لديك إرادة، وأنا هنا أتكلم عن إرادة سياسية من جميع المستويات، وطبعا لأن مجلس الوزراء هو المهيمن دستوريا على أمور البلد، نحن نطالب مجلس الوزراء أن يكون يعمل ويوضح أن والله يجب أن يكون لديه خطة، وسوف نناقشها بعد قليل، كيفية تنويع الإيرادات. لأن كلما كانت لديك أكثر من مصدر للإيرادات كانت لديك الكيفية في أن تزيد إيراداتك. أما الآن والوضع على هذا ما نعيشه ليس لديك سوى أمران، يأما النفط وهي صناعة استخراجية ومصدر ناضب، كلما استخرجت، ويجب أن لا نقول producing دكتورة، نحن نتكلم عن استخراج. كلمة إنتاج نفط هي كلمة خاطئة، نحن يجب أن نقول استخراج نفط. كم استخرجنا؟ استخرجنا مليونين، إذن قاعدين إحنا نقلل من المخزون الموجود. والشيء آخر في ظل ما نجد هو الجباية، أن تزيد الرسوم على وعلى المواطنين وعلى المقيمين، هنا يكون لديك مصدر آخر. ليس لديك في ظل الوضع الحالي الآن يعني بشكل آني طبعاً أي مصدر آخر. نعم، اتضحت هذه النقطة أستاذ. نتابع الآن أيضا جزء من كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حول تحديات المستقبل التي تواجه الكويت.
بمصاف دول العالم على مؤشرات الدولية، وأهمها التحديات في إعادة الهيكلة المالية العامة للدولة وتنويع القاعدة الإنتاجية وتفعيل الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي. دكتورة ندى مطوع، أيضا مداخلتك حول هذا المحور، حول كلمة سمو رئيس وزراء أم الترشيد وال... يعني حول الاثنين معا. تفضل. أولا بالنسبة لمفهوم الترشيد، بالنسبة لي يعني هو عملية الترشيد في اتخاذ القرار. ترشيد عملية اتخاذ القرار هي إعادة ترتيب الأولويات والمراهنة على القرارات المهمة أولا. بالنسبة للشق الثاني وهو الإيراد، أنا بالنسبة لي هو عملية إشراك المواطن وليس استهداف المواطن، أن يكون شريك في عملية اتخاذ القرار، تعظيم القيمة، قيمة ما لدي من مورد بشري، موارد اقتصادية وغيرها. حديث سمو رئيس الوزراء للمرة الأولى أو من المرات القليلة التي تتقاطع أو تكون هناك سمات مشتركة بين حديث الحكومة، رئيس الجهاز الحكومي، بين أيضا أسباب الحل من الأمن والاقتصاد، ولكن ركز على الاقتصاد، بين الخطة التنموية المستقبلية والوثيقة الاقتصادية، كلها تتقاطع بمساحات مشتركة، وهي أن اليوم نحن بحاجة إلى إصلاح اقتصادي. يمكن في الماضي تناولناه بشكل عاطفي، حاولنا نسحب هذه القضايا إلى ساحة أو مساحة سياسية، ولكن اليوم نحن بحاجة إلى إصلاح اقتصادي مالي وإداري. ففي على منبر المجلس عندما يقال هذا الكلام، إذا سألنا أنفسنا ما الفرق بين اليوم والمجالس السابقة، أنا أعتقد وأتفائل بالوجوه الجديدة الشابة حتى بالنواب السابقين، بمن لديه خبرة ومعرفة بالشأن الاقتصادي، بأن يطرح حلول، يستوعب ويراهن. يعني اليوم أفضل الخطط لكي تنفذ عندما تطرح، نحن نعلم بأن أسهل شيء أنك ترفض وما تقول ليش، ولكن من مصلحة المواطن أنك تقرأ الخطة وتحاول تستفيد من الفرص الممنوحة لديها. نعم. ربما أيضا في هذا التعليق دكتورة يقودنا إلى يعني وثيقة الإصلاح الاقتصادي، هدفها بلا شك كما تعرف أستاذ سعيد تمكين الدولة من التركيز على مهامها الأساسية في إصلاح البيئة التنظيمية، كيف يتم ذلك برأيك؟ نعم، سنة 93 مجلس الأمة، سنة 93 في اللجنة المالية في شهر، وبالتحديد في شهر مارس سنة 93، كان رئيس اللجنة المالية في ذلك الوقت الدكتور الشطي، إسماعيل الشطي، وكان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأخ الفاضل ناصر الروضان. كان في اللجنة المالية وكان عنوانها تنويع مصادر الدخل كإصلاح اقتصادي. أي سنة؟ سنة 93. كان من المشاركين الله يرحمه عبد الرزاق المطوع، وزير التخطيط في سليمان، عفوا سليمان المطوع، والدي طبعا رحمه الله. نعم، انا ما بغيت اقول نعم، واستاذ يعني على فكره فخر. قال كلمه مهمه جدا واتمنى يعني من الساده المشاهدين ينتبهون لها. قال ان في سنه 73، يعني قبل 20 سنه من ذاك الوقت، عقدت في جمعيه الخريجين ندوه وركزنا على ضروره تنويع مصادر الدخل كاصلاح اقتصادي، وها نحن اليوم بعد 20 سنه نعيد نفس الموضوع. الان كم مر على 93، مر 23 سنه. وايضا قالوا انا متاكد ان بعد 20 سنه يعني في 2013 سوف تعقد ندوه هنا ومكان اخر، وسوف نطالب بنفس الموضوع، ضروره تنويع مصادر الدخل كاصلاح اقتصادي. كم طاف على 2013؟ 3 سنوات اخرى. هذا واحد، يعني ليس شيء جديد، يعني هذا الموضوع ليس جديدا، ويعني مثل ما يقول كررناها، حتى واحيانا من كثر تكرار الكلام المهم هذا الكلام المهم يفقد اهميته لانه كررته اكثر من اللازم. انا هنا وايضا وجهت هذا السؤال لمعالي وزير نائب رئيس الوزراء وزير الماليه، وسالت حتى بعض النواب، سالتهم وقلت لهم تعريف الوثيقه هذه. اولا اخ محمد، هناك مشروع اقتصادي بهدف سياسي، وهناك مشروع سياسي بهدف اقتصادي. الفرق بينهم،
مشروع اقتصادي بهدف سياسي هو مشروع إصلاح شامل يأخذ مداه ويكون أحيانا ممكن تغير هويتك، كما فعلوا الصينيين بعد وفاة ماو تسي تونغ اللي صاحب نظرية الثورة الثقافية. الصينيين قالوا حتى نبقى على مكاننا، نأخذ مكاننا هي ليست في الصواريخ النووية والرؤوس النووية، إنما بالاقتصاد. فغيروا هويتهم وكان عندهم الوقت الكافي بغلاف أو بفريم سياسي، بمعنى أن الحزب الشيوعي لا يزال موجود ترى، لكن نظام اقتصادي أصبح النظام اللي هو اقتصاد وأدبيات اقتصاد السوق. مشروع سياسي بهدف اقتصادي دائما يكون رد فعل ويكون المتخذ القرار تحت الضغط. وهنا أيضا يعني حتى الدول الغربية بعد الأزمة المالية عام 2008 أمريكا والدول الأوروبية اتخذت هذه المبادرات المشاريع. جورج بوش الابن كان عنده مشروع اللي هو يطلق عليه، وكان هو سماها مبادرة إنيشيتيف، لكن الصحفيين والإعلاميين سموها التشيك اللي هو الفاتورة، سماها مبادرة 700 مليار دولار. طلع نظرية طبعا إنهاء الأزمة بدأت بانهيار بنك ليمان برادرز، لكن طلعت نظرية أخرى مثلا بعض البنوك الكبيرة سيتي بنك وغيرها يسمونها bigger than to fall، يعني لا. هذا البنك أكبر من أن ينهار. ف700 مليار دولار كان جورج بوش يريد أن يضخها لإنقاذ البنوك. وهناك طبعا من وين يجيب 700 مليار؟ هو من وين يجيبون الامريكان الفلوس؟ من الضرائب. فدافع الضرائب اللي هو على قد حاله، خلينا نقول اللي عنده معاش ولا عنده كذا، كان يقول كيف تاخذ مني اموال لتنقذ بنوك؟ مدراءهم ومسؤولونهم هم سبب الازمه، وايضا معاشاتهم مجزيه، وليش انا ادفع؟ فبالتالي لان كان تحت، خلنا نرجع للوثيقة، وثيقة الاصلاح. انا هنا انا على فكره، وانا هنا يعني هذه الوثيقه ليست لها هويه، بمعنى أن تعال هل هي هوية وثيقة إصلاح اقتصادي بشعار وغلاف سياسي، أم هو قصد بالضبط لسبب واحد تحمل الشيئين، بمعنى أنت بس واضحة هي وثيقة طيب مالي واقتصادي. نعم خلوا العنوان، أنا لا أتكلم عن العنوان، العنوان نقول والله الجو جميل، تطلع برا الجو مو جميل، الأعمدة الرئيسية. نعم أنت لا يا جماعة، يعني أنا لا أريد أن أنخدع. ربما تتحدث عن الركائز السعيد. أنا الحين أنا معي أوكي، وراح أقول لك أنا شنو أقصد. لا دعنا أن ننتقل إلى أهداف الوثيقة الإصلاح. لا تفتر إجابتي حتى لا تفهم إجابتي خطأ، يعني خلنا نكمل هيدا. تفضل. أنا أريد لا أريد أن أحمل، وأنا على فكرة أشكر سمو رئيس الوزراء ولو أن يعني التشكيل الحكومي في بعض جوانب مخيب للآبال، ولكن هناك وزراء أكفاء أمانة، يجب أن نشيد بالشخص حينما يستحق الإشادة. من الأشياء الإيجابية في الوزارة الحالية أن وزير المالية رجع موجود، لأنه هو حمل الملف، فبالتالي لو جاءنا وزير آخر كان ممكن يغير وما إلى ذلك، وهذا ما كان يحدث في الكويت في السنوات السابقة. أنا اللي قلت حق نائب رئيس الوزراء ووزير المالية وبعض أيضا النواب السابقين طبعا، كنت أقول لهم هذه في خلط في بعض المواقف، أنت سميتها صح وثيقة إصلاح مالي، لكن ما بداخلها ما يحمل النفس السريع، بمعنى طب أنت سويت كل شيء، لكن شنو اللي بدأت فيه من الأشياء هذه كلها؟ أنت رقم واحد شنو؟ رقم واحد شنو الدكتورة؟ إصلاح الضريبي، إصلاح المالي، لا اللي هو جوانب ضريبة رقم واحد. أي صح ولا لا؟ إيه؟ رغم واحد إصلاح الضريبي، طيب يعني ابتدأ أنت تبدأ فيها، لكن هناك أهداف عفواً يعني مخالف المخاطر أستاذ سعيد، هناك أهداف أيضاً لوثيقة الإصلاح التي تستوعب الحقيقة عدد أكبر من العمالة الوطنية في القطاع الخاص. عملتها؟ ماذا فعلت الآن؟ موجودين؟ لا الآن لا 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 هذا سبق الإصلاح، لا إذا لا تنسى الإصلاح، دعم العمالة وما إلى ذلك ودفع الشباب إلى القطاع الخاص هذا موجود من 20 سنة. يعني طيب. لا تنسب الفضل إلا لصاحب الفضل، يعني وثيقة أنس الصالح، خلينا نسميها وثيقة أنس الصالح، إذا معناها هي ليست وثيقة حكومية طبعاً 100%، عشان أفرقها، لأن راح شوية بعد أقول لك بعض الوثائق الأخرى. ماذا تريدون أن أسميها؟ أسميها وثيقة الحكومة الحالية؟ أكيد طبعاً حسناً، ما عندي مشكلة. هذه الوثيقة لا تنسب لها الفضل بأنها هي والله جابت 70 أو 80 ألف مواطن يعملون الآن القطاع الخاص، ابدا. اذا ما ينسب الفضل بالمجلس الامه سنه 93 او 94 لما صاحب الفضل ان نتركه الى صاحب الفضل، عن إطار عام. لا لتسمح لي ويسمح للاخرين اني انا انسب الفضل لصاحب الفضل. انت قلت ان راحوا الشباب الان للقطاع الخاص، نحن نناقش الاستاذ وثيقه الاصلاح الحاليه. اذا لا انت قاطعتني وقلت ان في شباب راحوا القطاع الخاص، انا اقول هذا موجود من قبل، هذا من ضمن اهدافه، من ضمن اهدافه، لكن لم تحدث. الان ماذا حدث الى الان؟ ماذا طبق من هذه الوثيقة؟
واللي أثار لغط الشارع، أنت سويت شغلة هي مو أولويتك رقم واحد، أنت رفعت أعدت تسعيرة الخدمات صح؟ طيب كم من الوقت نحتاج لنحقق ذلك؟ إذن هنا نحن أمام إيش؟ أتفضل. نحن أمام يجب أن نكون أمام مشروع اقتصادي بهدف سياسي صح؟ أو بشعر سياسي. إذن تذهب إلى إيش؟ تذهب إلى الاختلالات الأربعة اللي هي يعاني من الاقتصاد الكويتي، ولن يكتب النجاح لأي برنامج إصلاح ما لم تذهب لهذه الاختلالات الأربعة فقط. أذكرها لك اللي الحكومة لم تحاول أن تركز عليها، وراح أقول لك إياها على الشكل السريع. قبل أن نأخذ المحاور الأربعة التي ذكرتها، نأخذ دكتورة مدى تعليق على باعتقادي بأن طبعا في أحيانا حساسية للبعض لما نسمي المشاريع بالأفلام الوثيقة وكأن ليس هناك وثيقة أخرى، لنعتبرها وثيقة أو كما سميت هي إطار عام. مقدمة الوثيقة تشير إلى أهمية الوقت. ما أقدر أنا أقول لأن أولا الإصلاح المالي يجب أن يطبق الآن، يعني إحنا أيضا عندنا قناعة بأن النواب في البرلمان على علم ودراية وجهود بذلت لكي لفهم هذه الوثيقة وغيرها طبعا من الرؤى الاقتصادية، وبالتالي الاستفادة والمراهنة على إيجابياتها. أعمدة هذه الوثيقة عندنا إصلاح المالي والاقتصادي، إصلاح المالي إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. كلمة زيادة هذه فرصة، فأنا لما أقراها أنا أحاول أن أضع خارطة الطريق التنفيذية لكي أعظم من دور القطاع الخاص. رابعا مشاركة المواطنين في تملك كلنا نتكلم عن الشراكة بين المواطن والدولة، سواء كانت مادية كما جاء في الخطة في تملك المشروعات أو معنوية أو شراكة المواطنة. فلذلك أنا أعتقد بأن المراهنة على هذه القضايا بما ينفع جميع الأطراف مهم جدا. خامسا عندنا إصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية، أنا أعتقد بالعكس في بنود بدأنا بتطبيقها، كلنا شركاء بالتنفيذ. وسادسا الإصلاح التشريعي والمؤسسي، وهذا دور مجلس الأمة، دورهم مباشرة مسند لهم في هذه العملية. فأنا أعتقد بأن بعض بنود الخطة لو سألتني أنا أعتقد البند الثالث والخامس فعلا بدأ التطبيق فيه. هناك دراسات لتحفيز القطاع الخاص لاستلام المهام المقبلة، ولكن يمكن أضيف إليها بأن يجب أن نستمع إلى القطاع الخاص. صحيح. اليوم تكلمنا عن المشاريع الصغيرة، واليوم أنا سمعت من أكثر من شخص من أصحاب المشاريع سألتهم عن همومهم، فقالوا بأن بحاجة إلى تشريعات لكي تحمينا. تحميكم من ماذا؟ فقالوا بأن هذه الخطة فيها إسناد بعض المهام لمؤسسات التمويل، مؤسسات مالية. نريد تشريعات وقوانين حتى لا تؤخذ معلومات المشروعات الصغيرة ويتم منافستها من قبل المسؤولين، فبحاجة إلى هذه هذا النوع من التشريعات. أيضا تسعى الوثيقة حتى لا ننسى بعد دكتورة إلى إيجاد مصادر دخل إضافية للمواطنين. صحيح. نعم. عموما دعينا ننتقل إلى تطلعات لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء وهو المحور الثاني. عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعه الأول برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم ونائب الرئيس رئيس الكندري والمراقب نايف المرداس والنائبين ثامر سميط ومحمد الدلال. وعقب الاجتماع أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن ترتيب اجتماع مع رئيس الحكومة قريبا لمناقشة القضايا المشتركة وبالتالي ترتيب الأولويات. تلقيت طلب مناقشة للوثيقة الاقتصادية من الأخ نائب محمد الدلال ومجموعة من الأخوة النواب، وستدرج هذه أو سيدرج طلب المناقشة على جلسة 10-1 بناء على طلب الموقعين. المحور الثاني. إذا أستاذ سعيد نبقى في الإصلاح الاقتصادي ومن طبعا من أولويات الحكومة وأيضا مجلس الأمة، ما هو المطلوب من السلطتين لاستعجال موضوع الإصلاح؟ نعم سؤال جيد على فكرة. هو اليابانيين عندهم مو بس نظرية، هم يطبقونها دائما، يقول لنبدأ من حيث انتهى الآخرون. يعني الياباني لم يخترعوا أي منتج أمامك، لا تلفزيون لا راديو ولا تليفون، إنما هم يعني
يعني في المقدمة في هذه الأشياء، يأخذون المنتج ويطورونه. لنبدأ من حيث انتهى الآخرون. الآن يعني هذا المشار ليس فقط الوثيقة الحالية، هناك وثائق كثيرة في جانب اقتصادي قد لا تكون يعني مفردة أو 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 ورقة في ملف الإصلاح الاقتصادي، وأيضا يعني هي تساعد قوانين كثيرة موجودة في أدراج مجلس الأمة، ولا أعرف كيف يتم سوف يتم التعامل معها في ظل أن وثيقة الإصلاح الاقتصادي هي الأولوية. هناك مشروع قانون التخصيص يعني موجود، ولا أعرف لماذا لم يتم، وهناك مشروع قانون حماية المنافسة، هذا مش قانون موجود لدى وزارة التجارة ولائحة تنفيذية صادرة ولكن لم يطبق. بمعنى كيف تأثير ذلك على وثيقة الإصلاح الاقتصادي؟ أنا أقول حينما مثلا ترفع خلينا نقول سعر الكهرباء وما إلى ذلك، هناك بعض الناس اللي بالسوق ترتفع عليهم يعني بالتكلفة فيزيد المنتج ما منتج. هنا إذا كان في منافسة يعني صحيحة وحماية المستهلك، قانون حماية المستهلك، أنت تستطيع بهذه الأداة ترفع إيراداتك من الكهرباء ولكن تشدد على وتضبط أسعار السوق. هذه قوانين يجب أن تكون حزمة واحدة، يعني يجب أن لا ننظر. وأنا لا أريد، أنا هنا لا أريد أن أدعي أنني أفهم أكثر من السادة الوزراء أو النواب، لكن أذكر لعل الذكرى تنفع المؤمنين، يعني هناك بعض المواضع يجب أن تحظى مع الأولويات، هي القوانين التي وضعت على الدرج، يعني يجب أن تفعل كما يفعل هذه الوثيقة. وإن كنت أخ محمد ما زلت أقول يعني هذه الوثيقة ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، أمانة هناك جهد كبير بذل في هذا الموضوع، ولكن ما أريده كمواطن أتحسس مشاعر واحتياجات عامة الناس. نحن في بلد يعني فيها 150 عائلة ثرية والله يزيدهم، وهناك يعني أكثر من 10,000 أسرة يعني طبعا بالمعروف بالتعريف الكويتي يعيشون على الكفاف، وأنا لا أريد أن أقول أنهم لا سمح الله يعني يحتاجون ومجاعة وما إلى ذلك، أنا أتكلم عن الواقع الكويتي يعيشون الكفاءة بمعنى لا. المعاش ما يكفي لآخر الشهر. دعنا نرجع إلى المربع واحد والإصلاح. والله أنا راح أرجع، ولكن ترى هي كلها يعني وحزمة واحدة. أنا خليني أقول لك حتى أني أنا أقول إذا سمحت لي، لأن هذا رأي يجب أن يقال. مدام نتحدث عن الاستهلاك، لا مدام نتحدث كما ذكرت آنفا في حديثك عن الاستهلاك والتشريد، هناك ما قاله أيضا أستاذ سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية سيد أنس الصالح بأن ترشيد الدعم هدفه ترشيد الاستهلاك. دعنا نتابع ذلك ثم نعود للنقاش إن شاء الله. مهم جدا أن نؤكد بأن ترشيد الدعوم الغاية منه والهدف الأساسي منه هو خفض الإسراف في الاستهلاك، ترشيد الاستهلاك، وليس فقط جباية أو ما يشاع بأن الحكومة جباية الأموال لبرنامج ترشيد الدعوم لجباية الأموال، إنما هو فقط لترشيد الاستهلاك حتى تتمكن الدولة الاستمرار في خطتها وخطتها التنموية الأخرى. ايضا تعليقك دكتورة ندى على ما قاله وزير المالية. يعني في نقاط مهمة طبعا بالنسبة لهذه الخطة، وهي الآلية التنفيذية التي وضعت مع هذه الخطة بخطوط عريضة طبعا، وايضا في بعض النقاط الهامة مثل ما انا يعني حريصة على دعمي لفكرة الاستفادة. مثلا احنا كلنا نتكلم عن الأراضي وأراضي الدولة والى متى، وكلنا عندنا هذه الجملة 20 مرة. اليوم هذه الخطة تحمل دعم برامج التخصيص، المشروعات العامة وغيرها من قطاع الخدمات والشراكة، تحمل مشروع مكافحة الاحتكار، وتحمل أيضا تحرير أراضي الدولة. فلذلك أنا أعتقد بأن قراءة هذه التفاصيل إحنا ممكن أن نستفيد منها ونضع تصور لطبعا حماية حق المواطن، فتح مجال التنافسية، أيضا الحرص على مقارنة هذه القرارات والخاصة بالاستثمار الأجنبي، وأن كنت أعتقد بأنه مرتبط بقضايا أمنية في المنطقة في الأمن الإقليمي، ولكن مقارنة تطبيق هذه القوانين بدول الخليج الأخرى، أنا أعتقد هذا البعد رح يعطينا مفهوم أفضل لكي نستطيع أن لا نرجع إلى الدائرة المغلقة بنعم أو لا، ولكن نرى
تطبيق سليم، إن لم يكن سليم نقترح تطبيق بشكل أفضل. بس في هني جزء بالخطة أو بالوثيقة المطروحة خاص بالخدمات، الوزارات الخدمية مثل الصحة والتعليم، وهذه يعني تكلمنا عنها بالماضي، ولكن المطروح اليوم وهي زيادة مساحة الخصخصة لهذه القطاعات. طبعا إحنا حريصين على أن تكون هناك هيئات للجودة، ولكن أيضا حريصين على بلوغ المراكز العالمية فيما يخص هذه الخدمات. اليوم طبقا لهذه الوثيقة بأن الخريجين ما عندهم المهارات الفنية والتنفيذية أو اللي يسمونهم البراكتيشنرز، يعني عندنا التخصصات النظرية بس ما عندنا التخصصات العملية. فأعتقد بدمج هذه النقاط الثلاث من الممكن فتح باب على سبيل المثال التعليم العالي لكي تتحول التخصصات من النظرية وجلب تجارب الدول الأخرى بالتخصصات العملية، مثل ما شفنا اليوم النهج الأوروبي بالدي بي اي أو الاي دي دي، وهي الدكتوراه في التعليم والدكتوراه في الإدارة لممارسي العمل الإداري وممارسي التعليم. فمن الممكن أن ندمج أكثر من نقطة في هذه الخطة ونخرج بتصورات واقتراحات أنا أعتقد أنها تكون جيدة. نعم. شوف عفوا أخ محمد إذا سمحت لي في هذه الجزئية الوثيقة، وأنا ما زلت أقول والله يعني هناك نقاط إيجابية ونشكر الحكومة، ولكن لما تفضلت فيه الدكتورة ندى تعليقا على ما ورد بالوثيقة منع الاحتكار وأيضا العقار، حماية العقار، تحرير أراضي، تحرير أراضي، هذه موجودة لها قوانين خاصة وقرد. فأنا يعني هنا أتكلم وهذا ما قلته، قلت يعني أنت عندك قانون أنت تحتاج إلى تطبيقه، إذا ما طبقته في الماضي إذا 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 ضمنت مرة أخرى بالوثيقة راح تعطيني أن والله أن أنت غير قادر على التنفيذ. هذا ما أنا تكلمت عنه، أن الإرادة والإدارة، إذا أنت ما إذا عندك إدارة لكن ما عندك إرادة، إذا عندك إرادة لكن ما عندك قدرة على الإدارة، هذا هو المشكلة. ولكن دعنا نتوقف قليلا لهذا الفاصل ثم نواصل إن شاء الله، فاصل ثم نواصل مشاهدينا. أول لقمة عرفنا. خبز ارتيتان رول الذهبي المدهون بالزبدة بقلبه قطعة سخية من لحم أنغوس المفرومة والمحضرة بقطع سميكة، أو صدور الدجاج الطرية المغطاة بالبقسماط توجناها بصلصة جواكامولي أو مايونيز بلاك بيبر أو صلصة بيج ماك وزودنا عليها أشهى المكونات. نقدم لك برجر كله نكهة، التشكيلة الفاخرة الجديدة من ماكدونالدز، هذا هو أطيب طعم. مشاهدينا الكرام، لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء ناقشت مع ممثلي المجتمع المدني وجهات النظر المختلفة بشأن التطلعات الاقتصادية المستقبلية. نتابع آراء بعض من حضروا اجتماع اللجنة ثم نعود للنقاش. احنا سعيدين جدا في البادرة التي قدمها مجلس الوزراء متمثلا في اللجنة الاقتصادية برئاسة معالي وزير المالية أنس الصالح، في مشاركة المجتمع المدني في يعني آراء فيما يسمى بالوثيقة الاقتصادية. قدمنا احنا في جمعية المهندسين الحقيقة آراءنا في هذا الجانب، كانت المبادرة جدا يعني إيجابية. أحب أشكر الأخوة في الحكومة على هذه الدعوة، وهذه بادرة جيدة بإشراك مؤسسات المجتمع المدني التي تعتبر هي السلطة الرابعة في البلد، وهي العين التي لا يرى فيها بعض الأعضاء الحكوميين في بعض الأحيان. لذلك احنا نثمن هذه المبادرة، وتم الاستماع في اللجنة الاقتصادية ومناقشة أهم التحديات اللي تواجهنا كبلد وهو التحدي الاقتصادي. الجمعية طالبت بأكثر من محفل بأن تكون شريكا حقيقيا للحكومة ومد يد التعاون ما بين الجمعية ومؤسسات الدولة المختلفة، والآن نرى هذا التعاون البناء، وبإذن الله سوف تترجم رؤى جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية على أرض الواقع. إذن أستاذ سعيد، إلى ماذا دعنا نقول
يعني يؤشر برأيك حرص الحكومة بلا شك على إشراك المجتمع المدني لمناقشة تطلعات الإصلاح الاقتصادي؟ نعم طبعا، يعني خطوة تشكر عليها الحكومة أن تستمع إلى ممثلي، لأن بالنهاية الجمعيات النفع العام هي جمعيات يعني متخصصة سواء كانت مهنية أو غير مهنية، وإن كانت يعني في هذه الوثيقة أكيد مقصود فيها الجمعيات المتخصصة. بالنهاية أنت أيضا تحتاج إلى آراء المتخصصين سواء كانت جمعية اقتصادية أو جمعية المحاسبين أو جمعية المهندسين، يعني رأي وإن كان هو استرشادي يعني ليس رأي ملزم آراءهم، لكن يعني الحكومة تشكر على هذه المبادرة. نعم دكتور نداء أيضا على هذه النقطة. بالنسبة لي إشراك المجتمع المدني مناقشة المجتمع المدني طبعا كل ما اتسعت دائرة اتخاذ القرار كل ما أصبح القرار أو محصلة نهائية للقرار محصلة سليمة. يعني حتى لما نفكر بأن عملية الاقتراع والانتخاب وانتظار النتيجة هي عملية شراكة المواطن، حتى لو كانت الدولة مهيمنة على اتخاذ القرار، حتى لو اختلفنا من دولة لأخرى بحتى أهمية البرلمان، بالنهاية المواطن عندما يشعر سواء انتخابات حتى الجمعيات التعاونية وغيرها وجمعيات النفع العام، انتخابات الطلابية، المدارس، كلما شعر المواطن أنه مهم في دائرة اتخاذ القرار، أن صوته مسموع، المواطن سيعمل بجدية وإيجابية مع هذا القرار، حتى لو كانت القراءة نقدية ولكن لمصلحة متخذ القرار، وأيضا محصلة هذا القرار تكون بمصلحة الجميع. نعم، يعني إن شاء الله ننتقل إلى إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني. نعم. ونبقى أيضا في هذه الآراء لأساتذة يعني مختصين في الاقتصاد حول الإصلاح الاقتصادي، ثم نعود للنقاش مشاهدينا الكرام. تضبط الهدر بعد الحكومة من الصوب الثاني، يعني مو بس إن تعال طبق على الدعوم وهذا، لا هم تضبط الهدر من ناحية ثانية. شنو يعني مسؤولين هذي اللي قاعدين يأخذون سيارات ويأخذون ميزات يعني على غير فائدة أصلا؟ شنو يعطونا سيارة ويعطونا مدري شنو هو بدل إيجار فاحش ومدري إيش؟ ليش تعطونا هو يأخذ راتب زين ومجزي راتبه يقدر يعيش فيه يعني؟ والترشيد إذا يعني طبق بالفعل الفعلي، بس من السنين للحين ما شفنا. راح عهد الرفاهية، النفط نازل، فلازم هم بعد المواطنين يساعدون الحكومة. والله الانفاق لو يطبق بحذافيره زين، لكن ما قاعد يطبق بحذافيره، وقاعد نشوف احنا بأشياء كثيرة، يعني حتى لو يفرضون ضرائب أو إنه يسوون مؤتمرات ودورات إرشادية شيء زين، بس ما قاعد يطبق بحذافيره. لعل الحكومة في البداية أخذ سياسة ترشيد الإنفاق في المصروفات الحكومية وليس الاتجاه لجيب المواطن. طبعا كلنا احنا مع الحكومة في سياسة الترشيد، ولكن الأولوية في قضية ترشيد الإنفاق، في قضية المناقصات. سياسة زينة بس عاد مو ترشيد الإنفاق زايد عاد يضر بالمواطن، يعني المواطن هم عنده مصروفات وعنده أمور وايد. نعم أستاذ سعيد، كيف تنظر إلى عادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني؟ ممتاز، هذا يعني سؤال مستحق مع الوثيقة. طبعا أرجع وأقول يعني أن ما لم يكن هناك وأمانة يعني، وهذا ما نفتقده في الكويت، وهذا الذي يعني مشكلتنا خلال العقود الثلاثة، إرادة وإدارة، بمعنى لا تعطيني كلام نظري. الحكومة قدمت أكثر من خطة، أكثر من وثيقة، أكثر من رؤية في رسم دور وما يجب أن يكون. يجب أن نعرف أن كان في 3 كيس اللي هم الدول الشيوعية بعد انهيار الشيوعية، كوبا، كوريا، نورث كوريا اللي هو كوريا الشمالية والكويت. الآن 2 كيس بعد ما أن كوبا تحولت بفيدرال كاسترو اللي توفى قبل أيام، وأخوه راؤول طلعوا للناس وقالوا لن نستطيع أن نتحمل ما يحدث. ترى كوبا سي مو كي يعني 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 لا 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 على على فكرة ترى هي بكوريا بأمريكا الشمالية الجنوبية لما يسوون عندهم كوبا أمريكا اللي هو كاس أمريكا الجنوبية يكتبونها بكي. هي في 3 كيس معروفة يعني، ها الآن 2 كيس. يلا لا تزعلين، قطيناها بحر. الآن أنت عندك كوريا الشمالية والكويت، دولتين كأنه نظام اشتراكي. يجب أن نعرف أن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية،
والكويت بدأت ككيان سياسي وكانت حتى تصدير أول شحنة بترول، وأيضا حتى يعني أمانة بدايات السبعينات كان القطاع الخاص أقوى بكثير. الآن عندنا القطاع الخاص سواء اتفق معي أحد أو لم يتفق معي على الدولة حاله وحال المواطن. صاير سلبي ترى استاذ سعيد. لا انا هذا اقتصاد. تريد ان اقول ما تريد؟ ما تريد؟ لا طبعا أم اريد ان اقول ما يجب ان اقوله؟ والله نحن انا اقول لك يعني يمكن انت اصغر مني، انا عمري الان 54 سنه، كان عمري يعطيك الصحه والعافيه، كان عمري اقل من 18 19، كنا نروح البحر والله كنا نشوف موائل بواخر تقف طابور حتى تدخل ميناء الشويخ، لان كانت الكويت الدوله الاكبر في اعاده تصدير. رجعنا لوثيقه الإصلاح الاقتصادي. إذا لا تقاطعني بقول سلبي وإيجابي حتى إني أنتزب. ما يجب أن يكون نعم القطاع الخاص. وأنا هنا أنا أرد أقول لك إن ما لم نركز على الاختلالات الموجودة، أنت لا تريد أن يكون بلدك اقتصاده أقوى، إذا القطاع الخاص، وحتى يكون لدينا اقتصاد أقوى وقطاع خاص أقوى، اذهب لمشاكلك الاختلالات الأربعة. وما لم تذهب مباشرة إلى الاختلالات الأربعة اللي يعاني منها الاقتصاد الكويتي، ستبقى محاولاتك عبارة عن محاولات لن يكتب لها النجاح الكامل. إذا بس فقط خلال على عجالة أني أذكر هذه الاختلالات حتى أنه يعني أني أقولها الاختلالات الأربعة. سمعي دكتورة، طبعا هذا ليس رأيي لأن الحكومة تعرف أنا مو أنا اللي اخترعتها. إيه؟ هذا رأي الحكومة. أنت قول لأن أنا عندي تعليق. نعم تفضل. بس أقول أول بعدين. تفضل. كل واحد. زين الاختلالات، شوف اعتماد الدولة على مصدر أحادي ناضب صح ولا لا؟ إذا حلها تنويع مصادر الدخل. اثنين التركيبة السكانية، شوف أنت عندك 70% وافدين و 30% مواطنين، عالج الخلل هذا. واضح. رقم ثلاثة الخلل في سوق العمل، بمعنى أنت عندك الوافدين الأكثرية، يعني إيش كثر عندك عمالة قوى العاملة؟ هذا البند الخامس. لا حلها مع بعض ضمن الخلل. لحظة، الخلل في وظائف المواطنين 90% عند الحكومة، هذا أيضا البند الخامس. نعم، إذن هذه الاختلالات اربطهم مع بعض. لحظة راح أقول لك على شغلة، ذكرى الرشيدة في فترة من الفترات صارت وزيرة الشؤون ونوجه لها التحية، طلعت بتصريح وموجود في الصحافة، قالت خلال 10 سنوات سوف نخفض عدد الوافدين بمقدار 1,000,000 خلال 10 سنوات، يعني كل سنة كم؟ 100,000. معدل كل شهر كم؟ 9,000. معقولة تقدر ترحل 9,000 وافد كل شهر؟ ايش رايك استاذ سعيد نستمع الى اراء طبعا الاساتذه مختصين في الاقتصاد حول الاصلاح الاقتصادي ثم نعود للنقاش؟ هذه اجابتك على تعليق ولا سؤال؟ هذا بعدها ان شاء الله. باذن الله. هذه الوثيقه الاصلاحيه وثيقه مهمه جدا، وانا اعتقد انها كافيه لاصلاح معظم الخلل ان لم يكن كل هذا الخلل، ولكن العلة دائما من جانب الحكومة، دائما لجنة التطبيق. يعني لجنة إصلاح المسار الاقتصادي من لجنة قديمة في عام 2002 و3 و4، اللجنة عملت 5 سنوات وأخذت كل الوثائق ولم تطبق إلى أن يعني أولت إلى مجلس على التخطيط وتم إرسالها. كل هذه الأمور تم بلورتها خلال فترات أخرى، وضعت حلول من خلال هذه الأطروحات، آخرها تقرير توني بلير. فعلا إن صاحب السمو الأمير حفظه الله تلمس متطلبات المرحلة الراهنة بأن تكون هناك خطة، ولكن نرجو من الحكومة بتطبيقها بالتعاون مع المواطنين. فالخطط والبرامج الإصلاحية التي أتت بها الحكومة هي برامج واقعية، نتمنى كمواطنين ترجمتها إلى واقع عملي، بشرط أن تبدأ الحكومة أولا بنفسها وتطبيق مبادئ العدل والمساواة في هياكلها الإدارية، حتى تكون هذه حافز للمواطنين للاحتذاء بالحكومة، بحيث تكون الحكومة قدوة للمواطنين في عملية الإصلاح. عمليات الإصلاح دائما تحتاج إلى وقت، أولا إلى تلمس أماكن الخلل، ثانيا البدء في إيجاد حلول لهذه المشاكل. قبل الحديث أستاذ سعيد على القطاع الخاص نأخذ رأي الدكتور. إيه والله أنا يعني لما أفكر بهموم المواطن والموظف، إحنا لاحظنا من استطلاع الآراء في مواطنين كان لهم هاجس الرواتب، مواطنين كان لهم هاجس التكلفة المعيشية عفوا، والموظفين هاجس الرواتب. ليش؟ لأن في بند في الأعمدة العمود الخامس من الخطة إصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية. فالمقصود بإصلاح الأجور
غير مفهوم وغير واضح لأنه فقط عنوان. أنا أعتقد أن هذه راح تكون مساحة حوارية بين الحكومة وبين المجلس، وأتمنى أن يعني يكون في دراسة جيدة لهذا البند فيما ينفع المواطن وأهله أيضا أن يستكمل عطاءه، ليس فقط يعني من منظور ضيق ولكن بعيد الأمد، بحيث أن المواطن يكمل دوره في يعني كموظف، وبعدين ما ننظر لدوره في الدولة من المنظور المادي فقط لكن جزء من هذه الدولة، ونعطيه مساحة للعطاء بعد التقاعد إنه يعطي وإنه يدخل في مرة أخرى في مجال العمل، ولكن بشكل نحفظ لهذا المواطن لأن أنت دربته كل هذه السنوات فتستفيد منه كفاءة. في بند في إصلاح سوق العمل خاص برفع كفاءة القطاع العام، وهذا يعني أنا أتمنى أعرف المزيد، يعني هل هي نظام الدورات برفع الكفاءة عفوا، اقتراحي أنا هو تصميم بيئة تكنولوجية، لأن حتى الآن نحن بحاجة إلى هذه البيئة، وأشوف التكنولوجيا غايبة لا يعني أن الخطة سيئة ولكن ممكن أن أنا أضيف عليها، أن تكون لدينا بيئة تكنولوجية مرتبطة بالتعليم، مرتبطة بالأداء، مرتبطة بأداء بالحكومة الإلكترونية، ومرتبطة أيضا برفع كفاءة القطاع العام، سواء كانت الكفاءة المؤسسية أم الكفاءة البشرية بالقطاع العام، أيضا هذه أنا أعتقد أنها نقطة جيدة. نعم، هذا أيضا يقودنا إلى التساؤل أستاذ سعيد على القطاع الخاص، ماذا يضيف تشجيع القطاع الخاص للدخول في مختلف القطاعات للمواطن بالذات؟ طبعا هو انطلق من مقولة خروتشوف أن بقرة المزارع تدر حليبا أكثر من بقرة الدولة، معروف أن يعني أي مشروع، وأنا إذا قلنا بالكويت شوف الكويتية يعني حينما كان طبعا هي بدأت كقطاع خاص وكانت ناجحة يعني، وكانت هي يعني التي تحلق في سماء المنطقة، وكان هو وكان الطائر الأزرق هو شعار الموجود، وكان كثير من مواطني الدول الخليج يذهبون إلى أوروبا وأمريكا عن طريق الكويتية، ولكن حينما تسلمتها الحكومة يد الحكومة ثقيلة، يد الحكومة يعني في كل مكان، وليس هنا يعني فقط الحكومة الكويتية، يعني ليس عيبا في الحكومة الكويتية، هو أي مكان أي إدارة حكومية يصيبها الترهل وما إلى ذلك. راجع إن شاء الله ترى للمنافسة الكويتية ما إذا تخصص إذا كان شوف إذا تكلم مع اقتصادي يعني أكيد نحن نتمنى وندعو، ولكن في الاقتصاد يجب أن توفر الأرضية، ليست أمنيات فقط، ولا نتمنى بالتأكيد ولكن نوفر لها يعني قاعدين مواكبة التطوير أيضا ما يخالف أكمل حتى ما ندخل في فرع آخر. أيضا فكرة ترى الكام بي سي البترول الوطنية الكويتية كانت شركة، وناقلات النفط KOC هذول كلهم مشاريع بناها القطاع الخاص، ولكن لأن الحكومة صار عندها ما فهي شرتها الآن، إذا إحنا نقول أن الحكومة تبيع النفط وتبيع البسكوت عن طريق مطاحن الدقيق، أو يعني تنتج النفط وتنتج البسكوت لسبب واحد فقط، لأن هي سيطرت على القطاع على الاقتصاد هيمنة كاملة، وضعفت القطاع الخاص وخلت القطاع الخاص عال عليه مرة ثانية، أعطى القطاع الخاص الفرصة، ولكن هو على فكرة حتى بالوثيقة لم يكن كويس، يعني زين أن إحنا ردينا الوثيقة، هو يجب أن نعرف أن أنت شنو تريد من القطاع الخاص، تريد من القطاع الخاص الشيء الأول أن يكون أن يوفر لك مصدر بديل للعملة الأجنبية، ترى الدينار الكويتي ورقة محلية، يعني إذا لم يكن لديها غطاء من العملة الأجنبية فورقة، فإذا أنت قاعد تستهلك العملة الأجنبية احتياطياتك وما إلى ذلك تضطر لا سمح الله أن تخفض قيمة الدينار، يجب أن يكون لديك قطاع خاص قادر على أن يجيب لك عملة أجنبية صعبة، يعني عندك إيش؟ عندك صادرات، أين القطاع؟ أين من الوثيقة الأنشطة التي تشجع القطاع الخاص أن يكون لديه صادرات؟ وزعنا خلينا نقول خصصنا الكويتية، خصصنا مش عارف، مع أن يجب إذا لم يكن القطاع الخاص مترهلا وعالة لما يعني خلينا نقول، ونوجه الشكر لشركة الجزيرة، شركة الجزيرة لم تنت أو يعني اللي هي عندها طيارات الجزيرة، أنا ما أعرف أعتقد هي اسمها شركة الجزيرة، لم تنتظر تخصيص الكويتية وما إلى ذلك، أسست شركة طيران وناجحة، لا تنتظر القطاع الخاص، يجب أن لا ينتظر. حينما كانوا يقولون من نهاية الثمانينات وبداية التسعينات خصخصة الجمعيات التعاونية،
وأنا أسميها لك بالاسم شركة مركز سلطان. مركز سلطان شركة ناجحة، لم تنتظر خصخصة الجمعية التعاونية، إنما أنشأت مراكز تسوق، بدأت الجمعيات التعاونية لتكون على شكل هذه الشركة. القطاع الخاص لو كان لدينا قطاع خاص قوي يقود تنمية لكان الفكر آخر. ومع ذلك العقول موجودة ولكن لا تحاربها، لأن الذين بنوا دول الخليج ونتمنى لهم النجاح عقول كويتية أيضا. ما دام نتحدث عن العقول الكويتية، مشاركة المواطنين أستاذ سعيد في تملك المشروعات بتخصيص مثلا 40% من أسهم المشروعات التي تعتبر الوثيقة، ولكن يجب أن يكون معروف أخ محمد أن تملك المواطنين أيضا ليست من إنجازات، لا انعكاسات هذه المشاركة موجودة على المواطن أستاذ سعيد. نعم انعكاسات هذا بالعكس. شوف وأيضا أتمنى أخ محمد أن يكون هناك أيضا قانون، وأعتقد أيضا هناك محاولات جدية يعني بأن يضاف بند، يعني لا يكون تجربة يعني بيع لا سمي خصخصة، تجربة بيع الحكومة لأسهمها في البنوك اللي حدثت في منتصف التسعينات ونهاية التسعينات، كانت الحكومة تبيع المواطنين يشترون عن طريق البطاقة المدنية، ثاني يروحون البورصة ويبيعون هذا، إذا وأحيانا كانوا لم ينتظرون، كانوا يبيعون بطاقات المدنية وكان يصير فيه استحواذ من قبل المجامع في الاستثمارية. يجب أن يتبعوا ذلك، أن يكون هناك يعني خلينا نقول إذا عطت لكل مواطن حتى إذا كان عمره يوم أو أكثر أن لا يتم التصرف بها إلا حينما يبلغ سن 18 سنة أو أي سن آخر، بمعنى لا يأتي الوالد ويبيع أسهم أبنائه. نعم دكتورة ندى، ماذا عن ملفك اليوم؟ وصلنا لملفي أي لأن كنت بس بعلق على ترشيد الإنفاق. تفضل. طبقا للخطة المطروحة هو عبارة عن تخفيض عجز الموازنة للدولة، وأنا أتمنى أني أتعلم، أنا ما عندي شيء أقوله عن تخفيض عجز العجز في الموازنة، ولكن أريد أن أستمع إلى ما لدى المسؤولين من أفكار عن تخفيض هذا العجز. ولكن كما نعلم بأن الإنفاق العام، لما نتكلم عن الإنفاق العام هذا اللي بحاجة إلى ترشيد وقناعة المواطن بأن هذا القرار صحيح. بالنسبة لملفي اليوم، أنا أخذت من الخطة المطروحة قضية إصلاح سوق العمل وقضية إصلاح قطاع التعليم وجودة التعليم وقضية اللي اقترحتها قبل قليل وهي إنشاء البيئة الإلكترونية التقنية المناسبة. لو حاولنا أن ندمج هذه الثلاث نقاط مع بعض، عفواً، إصلاح سوق العمل فيما يخص بالبرامج التدريبية باستخدام التكنولوجيا، القطاع التعليمي بتعزيز التعلم الإلكتروني وهي مبادرة تدرس في الوقت الحالي لطرح المبادرة الوطنية للتعلم الإلكتروني، فنستطيع أن نصل إلى استثمار بالعنصر البشري استثمار جيد، لأني ما زلت أعتقد بأن زيادة الإيرادات هي لها معاني كثيرة، ولكن إحدى أبرز هذه المجالات الاستثمارية هي الاستثمار بالعنصر البشري. كل ما استثمرنا فيه بشكل أفضل، كل ما شعرنا بأن مكننا من العمل بشكل أفضل، وبالتالي الحصول على الإيراد الأفضل الناتج من هذا الاستثمار. وشكرا. نعم. من ملفك دكتورة انتهت محاور حلقتنا في برنامج شارع السور، لكن متابعتنا للأحداث المحلية والإقليمية وتفاعلاتها تجعلنا نرصد إن شاء الله ونحلل. يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ وتويتر الأسبوع المقبل. يجمعنا بكم إن شاء الله في نفس الموعد. أشكر ضيفي الخبير الاقتصادي أستاذ سعيد توفيقي، كما أشكر الدكتورة ندى مطوع. إلى اللقاء.